اوتي جينيسيس واي جي دراري اللي بديت معاهم اللي تعلمت معاهم دومين راهم مفرقعين دابا. ومنين جيت كنشوف هذا مسيكا الاخر حليفه الاخر كي دير لها صاحبي هي دايره انترفيو مع دي زارتيست ياك من عندك كنقول لك تشوف كلامي مخصو مورم زعزع مفشطر مزعزع 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 مزعزع. السلام خوتي خواتاتي، جيسبر تكونوا كاملكم بخير، معكم فاميليا في انترفيو جديد، واليوم معايا ضيف سبيسيال بروفيت الزعيم. مرحبا بك معنا. مرحبا بك جنى. نهار كبير هذا خاي. الله يكبر بك. الله يبارك فيك. نهار كبير يعني في ظرف صغير، في ظرف عامين وليتي من بين رواب اللي معروفين في المغرب، الصغير والكبير كيعرفوك. شنو الوصفه؟ واش المشوار ديالك زعما كان ساهل ولا كيفاش؟ لا الوصفه هي الخدمه. لخ 42 لحنا 42 كليب في عام واحد. واحد الا دخلتي لاشين ديالي غتشوفي 42 كليب هادشي في المغرب، والحمد لله جاب الله تيسير في عامين في تراكات واحد مورا واحد مورا واحد الحمد لله، وباقي هذه غير البدايه ان شاء الله. باقي ان شاء الله جاي بروجيات، جايين بزاف البروجي. انت قلتي هادشي عامين 42 كليب في عام، دابا الالبوم ان شاء الله في شهر 6. شنو اللي كيخلي بروفيت الزعيم يعني ينوض ويدمر ويضرب هاد التمارة اللي هضرتي عليها؟ حيت 42 تراك كيف ما قلتي في عام شي حاجة اللي ماشي سهلة، ماشي أي واحد زعما يقدر يدير هاد التحدي. حيت أنايا كنت منين كنت صغير عرفت راسي هادشي اللي بغيت ندير، وفهمتي وخدمت بحال أي بحال غتلعب كرة بحال هذا، إلا ما خدمتيش عليها ما تجيبهاش، خصك تخدم على. وعرفت راسي ان شاء الله عندي حلم كبير، ماشي ليميتي، كان حلم كبير بزاف بزاف، ماشي غير هذا، وباقي ان شاء الله العطي يعطي. كيجيك الراب في المغرب يعني واش يستاهل انك مثلا تخيل الا خدمتي بزاف واش فريمون غادي يعطيك مقارنه بالراب العربي اللي بغينا نقول؟ الراب المغربي راه مابقاو نخدموه حتى يولي، ومن بعد مقارنه مع الراب مع انت راه عارفه الكونتوني تبارك الله وعارفه الراب المغربي كيفاش غادي، راه احسن راب في المغرب العربي، ما كنتقارنوش مع حتى شي واحد. وباقي حنا علاش خدامين باش نطوروا الراب المغربي ونزيدوا به قدام ان شاء الله. وفي الراب العالمي راه من المغرب دخلنا للطوندونس مونديال ودخلنا لهذا البيلبورد. على ذكر هاد القضيه ندوزو نهضروا على روميكس كيف كيف. روميكس كيف كيف هو ثاني تراك اللي غادي يدخل للطوندونس مونديال ياك؟ ثاني في الراب المغربي ريميكس هذاك ولوف نوان تيتي. حتى هي روميكس ولكن راه واحد الفورمولا، هذيك فورمولا ديال راب راي خدمات عجمات الناس ومشات ضربات عالميا، وباقي ان شاء الله باقي هذيك غير جربنا فهمتي، باقي العطي عطي. وحنايا جميع الستيلات كاينين في الالبوم ان شاء الله، راب راي وافرو تراب ومازال العاطر عاطر مازال غنهضر على الالبوم. بون روميكس كيف كيف هذا روميكس اللي دوزنا به الصيف، هذا روميكس دابا اللي كيعرفوا الصغير والكبير واخا هو فجاه ما بقيناش لقيناه، حنا عرفناه في الاول عرفناه في شين يوتيوب ديال علي اس، فجاه ما بقاش عنده في لاشين حذفوه. اييه ما حذفوش يعني بغيت تزيدها كاميرا تزيدها سترايك مسترايكيتو هو ياك هادي علاش ابلودر بغا يدير كاونتر سترايك. شنو المشكل؟ حنا دابا سمعنا بالمشكل ولكن كيفاش هاد يعني شنو المشكل؟ ما بقيتش هضرت معاه الله يعاونو الله يستر ليه، وانا خدمت على التراكات اخرين جداد، شنو بقى انا مركز على التراك جاب الله فيه تيسير. و ما انت كتخدمي يوتيوب كتعرفي كيفاش كتخدم؟ معنا بلي حقق يعني باين انه حقق ارباح اللي خياليه. وانا كنت في لي فاكونس ما كنتش كاع هنايا وكنت مريض، وفي الاول كانوا مات الناس راه كيعرفوا اللي متبعين، كانت عنده 10000 فولور في البدايه، ومن بعد عطيناه لاكابيلا ديال المورود اللي ضربات مع الشاب، المهم تراك بتراك كنعطيو كي ريميكسي كيضرب هذا. كان انت عارفه في يوتيوب كيخلص كل شهر كيخلص يوتيوب كل شهر اوكي، ما تضرب سترايك هذيك اللي قال لك كاونتين اي دي، ما تضرب بها من عند مورو حتى شهر 8 كاع داك الشيء تخلصتي انت، ترى لازم تلاح في شهر 5 ولا شحال، عاد زيد ستريم عاد زيد هذا الشيء ديتي وما قلنا والو، قال لك سير في حالك سير اللهم يسر لك وباقي كدوي. ولكن الحمد لله ما كان لك ما كيتسد باب حتى كيتحلوا لي.
بو هذا الراي ديالك حنا خديناه، الراي ديالو هو ديجا كاين في القناه، والصراحه ما كرهناش زعما حتى شنو كيقول مورو انت يعني صادق. دابا نعيطوا ليه ويقول لك هو نيت بفمو مزيان مزيان انا نسمع هو اللي بقى. السلام خاي زكريا، لاباس عليك؟ الله داير كلشي مزيان؟ نهار كبير هذا، الحمد لله ديما. الله يبارك فيك، نهار كبير هذا، ضروري ما كان خاصنا نسمعوا صوتك ونسمعوا حتى انت الراي ديالك. بروفيس الزعيمه هو داز معنا في الانترفيو، ما كرهناش انت. ماشي الراي ديالي، ايتابليغ لا فيغيتي اللي كتسمى، على بالك شي كذبه خاصك تجي تصححها. بصح هذاك الشيء اللي كاين. فوالا راسي. بعدا بغيت نسولك واش كنتو متوقعين النجاح ديال هذا ديال هاد التراك؟ قبل ما نهضروا على التوقع النجاح ديال التراك، هذاك اللي كيدير لي غوميكس انا ما عمري هضرت معاه انا. بصح ما نعرفوش. بصح هذه وحده. ثاني حاجه بس عرفتو انا واحد النهار بقيتو دير واحد الكوفر فيه وجهي انا شاد كمانجه. بصح وانا نقول الدري كونتاكت يا خونا، قول له صاحبي ديك التصويره ما عجبتش المورا حيد، الله يحفظك الله يسهل عليك. بصح هو يخلي ليه بيه ما جاوبوش. دوك ملي ما جاوبوش جايه وانا كنشوف المورصوات مونيتيزين كنقول هاني خليت من على راسو. انت ما عرفتيش ملي قلت لك الصوره وتتحيد ما بغيتيش، قلت لك المورصوات اللي فيهم الموسيقى ديالنا حيدوا كاملين. هو حيد ليه كاملين، راك لا ما داكش كامل تحيد، داك الالبوم الاول كامل تحيد. هو يجاوب لي الساعه خويا السلام عليكم انا على دارنا انا راني هنا، هو يهضر مع الدري قلت له اوكي ماشي مشكل، عطاه بورسونتاج في داك الشيء متفقين. لا كونديسيون كانت اشنايا ان هاد المره تبغي دير شي غوميكس غتعلمنا ونعطيوك حنا لا كابيلا ودير داكشي نقي بعقلو. قالك اوكي لحق نواغ سيغ بلو، هو يهضر مع الدري عطاه لا كابيلا ديال نواغ سيغ بلو. هاديك الغوميكس الله يسهل عليه ما هضرنا عليه ما والو. ولا الريميكس الاول ديال كوبا كابانا زكريا، اول واحد ديال اللي ضرب شي 20 مليون عام اللي فات ولا هذا، راك عم كيشوف زكريا شي توري شويه. 20 مليون مونيتيزاسيون شحال غدير منها؟ زيدو زيدو زيد. ما كنعرفوش ما عمري هضرت معاه، قلت له كنعرفوك تقول اوكي طاد خويا خلي. وكاينين فوالا وشو لا زون، لا زون امتى تضرب سترايك؟ حتى شي شهر 8 ولا ما عرفت شحال تداول فلوس لا زون. بعدا كونتاكتاكم ولا ما كونتاكتاكم؟ لا انا اللي قلت لك بارطاجيتو للناس. ما كونتاكتاتش زكريا ما كيعرفوش. يعطينا ما يفيد، انا ما دويتش معاه، انا ما كان انا التراك وريه هي الدراري قال لي شو هذا المورفو دار ب 50 مليون عاد شفتو انا اوني داكور. يعني ملي قلت للدري الزعيم راه ما فراسوش باينه ما فراسوش، يعني الزعيم اللي داخل انا ما هضرتش معايا كيف اتفقنا انه غيتشاور معانا يدخل لوتوريزاسيون والمورصه ديال 50 مليون وانا نقول له حيدو. ملي حيد لي المورصه ملي تريك لا مولا ديالنا ديك الساعه صافي قال لي غفلوا لي قبل ديك 50 مليون فوالا كامل يخدم هو فهمو مزيان. فهمتي شنو قال لك؟ هو انت كتفرقع هذاك الشيء فاش المورفو كيكون مفرقع يعني فنون. هي هذاك غنهضروا على داك الشيء الكبير في هذا لي غوفني هو اللي هو اللي هو اللي خرج في الاول هو اللي خداش هذاك عالي اس ولا شي با كما عالي اس. هو كيقول ملي بدا التراك تيتبارطاجو بدا كيتفرقع تما فاش ضرباتو كوبي رايت ليبل اللي ثاني معاه مورفو ضرباتو كوبي رايت 50 مليون شنو بغيتي يا معلم؟ تا 50 مليون كامله قبل منا فيهم الغوايتيز ديالها وما قلنا والو. حنا جا ديك الساعه في الريزو ما عندناش لي شيفغ ما تبدلوش اللي خداش معاه انا كتبدل. هذه وحده. وكيستدل حتى بالباساج ديالكم عند مومو كيقول بلي تما مورو قال بلي كلشي عندي ومن بعد غنتفاهموا ملي بدا يخرج داك الشيء. ما قالهاش زكريا كلشي عندي، قال لك لي كل دي حق حقه. هادشي وراه دا 50 مليون وما قلنا والو. بديت المورسو ابارتيغ دو 50 مليون يعني الغوالاتيز ديال من وراه 50 مليون تخي بيان اللي قبل منه عنده ملي يخرج الزعيم غنتفاهموا في هادشي. شي حاجه اخرى عطينا ما يفيد ولا انا حيت قالوا لي في واحد الانترفيو بحال الا ميسي كوا انا اللي كنطلب منه يدير لي غوبيك
واش فهمتيش قال لك؟ اي فهمت. لا تيقولها بحال هاد الهضره كيقول زعما باللي راه بارفوا عمرو ماشي بالضروره ما كاش بالضروره ما يكون شو شو هذا راه عند الله سمعي راه حنا كنصاوبوا هذا ما عمرو دوا معاه شخصيا بتاتا. انا اللي كنت كنهضر معاه انا اللي كنت لا الشهاده اللي قالها قال باللي عمرو تواصل مع مورو كيتواصل معاه. انا جبت ليه لا كابيلا الاولى اللي بارطاجيته زكريا عمرو ما دوا معاه. من بعد فاش حيدنا ليه الالبوم كامل فيه 20 ريميكس هذا تواصل معنا. اما انت باش تخلي بنادم يفهمك انا اللي كنطلبك على لي ريميكس ما تكذبش على روحك وراه هذاك الشيء باين عندك شي كونفرساسيون عطاها لينا. وانت دابا ياك هذا الشيء انت يا دايره انترفيو افيك دي زارتيست ياك من عندك كنقول لك انت توش بلا مي مورسو مورسو ديالي ما ديرش ليه ريميكس. هو راه كيقول لي السلام عاشتي صح السلام عاشتي باش تحيد مورسو ديالي غنحيدو لك صافي بوافي نهار كاين وعلاش انت غتدير ريميكس انت خدام بالمقادير ديال عباد الله معلم ديتي فلوس اصاحبي الله يسلمك سير المورفو ديالي انا والزعيم وبلال عاد عرفوك عالي شرفين علينا دابا ورفض انه يجلس معكم الارض تفهموا تخرجوا بشي حاجه وسط كيدير راسو مرة فصلت عليه تجلس معنا الارض حيت حنا ما تهضرنا معاك رجال ما جاوبتيناش قلت لك المورفو ديتي كتبكي عطيناك بورسونتاج كاينه درنا معاك كونديسيون تبدل حاجه قول لينا ما فوتيش بها شي الله يعاونك بصح تخدم عاوتاني خدمه ديال الريميكس ماشي شي خدمه صعيبه راه راه اي دي جي يقدر يديرها ماشي كيف ما قال لك علاش مسحو باش ما يبقاش لي غير الفيديو داك الشيء اللي جاب عنده تقول لي وريني اش بغيتي دابا مسح المورشه وبقات الستاتيستيك ديالو التراك لاباج ديالو كامله عامره بريميكس ديالو تلبس لي في حويجي الفكره وصلت اخاي مورو وانا كوبا كابانا كنضرب 20 مليون بصح وكثار صاحب هذا الله يسهل عليه بصح انا راه كنت مشدود ومريض وانت تدي في الفلوس ما قلنا والو صافي سير الله يسلمك الزعيم في الحبس وحنا قلنا لك تشاور درتي ريميكس مرحبا ضرب 20 مليون وانت هضر دير شي حركه نشوفوك الله يسمح لك بان الميساج اخاي مورو بان مرحبا يا بابا بالميساج ربي يخليك شكرا بزاف وبيان سور غنتهزوا الفرصه بغينا نعرفوا الجديد ديالك الجديد واش جايه شي حاجه الغالي الحديد ما كاين والو عارف جايه شي حاجه انا كنديروا الصوبات في البرد دابا حنا فقنا صباح الخير والله انت كاين كاين لا كاين جاي بامال دو شوز اون بري كلشي موجود دابا تايمين وصافي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاين مورو واحد انا واحد الحاجه كتعجبني مورو انا واحد الحاجه كتعجبني في مورو هي تيعطيك شي ضغط يقول لك راه غايلوح فيها شي حاجه كيحتارمها عارف راه كاينه شي حاجه انا ماشي عجبني مورو كاين مورو واحد مورو واحد بيان سور صافي شكرا ربي يخليك شكرا الله يحفظك زكريا الله يحفظك وبلال حتى هو يعني حتى بلال راه كاين تما شو تبارك الله والحمد لله بلال ياك غير ريميكس السقنه ديال الله هو راه قلت لك هذيك الخدمه يقدر يديرها اي دي جي دي جي يديرها في 5 دقائق كاع لي دي جي صحابي قالوا لي كون عرفت هذه القيامه توقف هتوقع كامله كنصوبته برجليها المهم الشاب بلال الحمد لله اللي تلاقيناه اللي اسطوره غزال غزال قلت لي وباقي اغاني معاه ان شاء الله هذيك هي احسن حاجه اللي وقعت معاه هو اللي اسطوره قال لي بفمه قال لي بعد انا هو وقف الضو حمر قال لي كل شيء طالق لازون ما فهمت والو عجبو بزاف قال لي اللي صوب كيف الاوريجينال اللي صوب كيف لاستر صوب ويلي 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 واه قال لي هو اللي وراني انت قال لي جيت تشوف واحد الطفل شنو داير في المغرب وقال لي لا بارتي ديالك هي اللي دارت البوز لازون قال لي خدم مزيان وانا معاك وهذا قلت لهم هذه احسن حاجه وقعت وتحيه لمومو حتى هو مومو ايطراليو الناس ملاح فوت القياس والتواضع وغزاني بزاف قلت لهم هذاك هو الربح الوحيد اللي جا من الاغنيه الشاب بلال يعني في هذا الكوتي ديال الارباح هو ما طلب حتى بشي حاجه ما وصلو حتى شي حاجه شنو شاب بغيتي نقول لك الجواب الشاب بلال اول مره تلاقيته كيف ما قلت لك غزال وكبر بيا وكذا وغنينا في طنجة اونصومبل وكان واحد من احسن ايام حياتي حيت انا كبرت بلال وعزيز عليا بلال
اول مره تلاقيت معاه قال لي انا كنت نازل على الارباح ديالي ديك نتا ياك. كنقول في خاطري دابا انا ما عارفش انا ريال ما واخذوش من هادشي هذا كامل صافي. ما قلت ليه والو حتى من بعد وجلسنا وكذا هذا وشرحت ليه وقلت ليه راه سميتو هذا وعارف كل شيء راه هو عارف كل شيء مو عارف كل شيء كل شيء عارف كل شيء باين وهادشي غير قلنا لك سير اللهم يسر الله يعاونك الله يكمل لك. راه حنا درنا تراكات اخرين وباقي بزاف ديال التراكات اللي دي جايين ولكن سا داك الكونتوني هذاك لا فوا راه ماشي ديالك صديقي راه ديال مورو ديال هذا خصك تشاور معاه خصك انت راه انت راه بنت الدومين وعارفه واخا قال هو في فيديو ما درناش ما عندناش اتفاق صافي انا ندير فلوس صافي انت انا نغنيها وانت ما عندناش اتفاق انت دير ريميكس دير وما قلنا لك والو شي قلنا لك سير الله يستر لك سير اخويا نورمالمون خصك دير ريميكس تخلص لي زارتيست اللي خدمتي معاهم دير حاجه باينه لا زون لا زون حكمنا الكارو لا زون باترون باترون فراك هنسيو باترون هاد الروميكس دابا راه عارفو كلشي الكبير والصغير الحمد لله كوبلي ديال 16 ستار شنو داير الحمد لله. كيفاش جات بعدا الفكره ديال التراك وكيفاش خدمتو التراك كيف ما جميع التراكات جبت انستري كنت يلاه جاي واست واست اللي صوب الانستري اوريجينال وكنت يلاه جاي بتيران وما عرفتش لعيبه وتنكتب وتنحط لازون لازون حكمنا لك حطيتها وجبت اربعه تانيين اربعه ديكشي ديال الله ما سميتوش ومن بعد صيفطة زكريا صيفطة المورو مورو ضرب كوبري ديالو صور لابارتي ديالو كيف ما كلشي كيف ما جميع التراكات صور لابارتي ديالو تما صورت انا هنايا وكانوا تراكات زعما تيراش راه فيه 16 مليون قبل اي فيتورينغ اي هذا مهم وسميتو هذاك جاب بدا كيضرب بدا كيضرب الدري دار ريميكس وجاب الله تيسير وصافي بليزير هو بن هو هذاك خداها ماديا بالعكس انا ارتيست انا ما كناخذهاش ماديا انا كنقول الحمد لله هو هذاك غير 16 سطر كتبتو في 5 دقائق شنو دار ما كنتش متوقع النجاح ديالو بتاتا بتاتا ولكن اذا جا شي شويه طرف الخبز الا رسمتي لوحه وهذا عاونك كذا كتقسم كيف ما جميع التراكات درت ما عمره كان هذا المشكل غير مع هذا اللي شي شويه بالعكس انا صافي بليزير الموسيقى تسمع وحنا كنديروها باش تكون بوبولار باش يسمعوها الناس كاملين والحمد لله دابا ما كاينش لي واش مازال شي فيتشرينغ جاي مع مورا هذا مورا ورا التراك ديال حميده واسامه كاين تراك مع مورا مزعزع مزعزع ما راب راب قاصح ماشي وهذا هو اللي غادي يكون ان شاء الله زوين في الالبوم فيه جميع ستيلات غيكون القاصح غيكون هكا غيكون راب راي هذا ستيل ديال الدري جاب فيه الله تشي نخدموه ان شاء الله هذا الصيف ديالنا وكيف ما قلتي هذا مشكل واللي داز وكنظن الا تجاوزتو حيت ما تنضنش واش عنده شي حل قانوني ولا شي حاجه زعما ما عطوش شي متابعه قانونيه نقدر نتابعو قانونيا وما بغيتش ودوينا بزاف على هذا الموضوع ندوزو هذاك الشيء اللي قلت لك انت قلتي يعني جات من وراء خدمه كثيره وعارفين انه جاي البوم ميزاجور الحمد لله واللي وعدتينا به الموسيس ياك الحمد لله وتكون بارطاجينا الناس اللي كدير فنون تشكيليه بارطاجينا الناس اللي كيديروا الانستريات بارطاجينا الدريات جاوا بغاو يخدموا الراب بارطاجي وباقي ان شاء الله اي واحد فين نقدروا نعاونوه في هذا الدومين وفي اي دومين اللي نقدر نقدم فيه مساعده غادي نعاودو عارفين قبل ما نهضروا على الالبوم وعلى لي فيتشرينغ غادي بغيتك تهضر لي شويه على الليبل اللي انت ساني معاه حيت شو الليبل اللي كبير انا بحال الصراحه وقلبت لقيت بلي نتوما جوج دروابا اللي في المغرب اللي ساليين مع الناس ملاح وغزالين وسميتهم قاسميتهم بعد قنوات ميوزيك مع وورنر وتحيه لهم بزاف تحيه كبيره لهم الناس عالميين الناس ملاح. شفناك مؤخرا في صورة مع دي جي حميدة ومع أسامة تحية اليوم بعد تحية الدراري وجي شي بلا معهم جي شي فيتوري جايين جوج قنبولات معهم صراحة ما كذبش عليك تحية الشاب أسامة تخي طالونتيو وصافي بليزير واحد مغربي كيدير راي وكيديرو كيصرعو وجاب سكسي به ودي جي حميدة خلاص راه كيدير لي ايت معروف بلي ايت قال العمل ديالو ناجح قال تبارك الله خدم شي حاجه كيخدمها مزيان راه قلت لك ما تجيبهاش الا بالخدمه كيخدم تراك كيخدمو تبارك الله وتحيه دي جي حميدة في منال دونك نايضه الصيف ديالنا شنو اللي فيتشرينغ اللي غادي يكونوا في الالبوم
فاش ف خليت يشوفوا الناس هذا بلا الشابيلا الشابيلا الاوريجينال ان شاء الله في بلاصه ريميكس هذه المره. وتحيه لاسامه هذه المره راه غيتلاح الجمعه ولا الجمعه الجايه غيتلاح تراك الاول ديال حميده واسامه. هذا التراك ديال حميده هو داخل في الالبوم؟ لا داخل في الالبوم واحد عندي وواحد عنده. وفي الالبوم كاينين جميع الستيلات، كاينين تراكات لي راباويين، كاينين تراكات لي في هذا لو جونغ، كاينين تراكات لي افرو تراب، كاينين تراكات لي جميع مون باطون دامبو دامبو فرقعت الصيف ان شاء الله وصافي. وهاد المره في بلاصه ما كنخدم بوحدي ومعنا هاد المره معك ايكيب والناس اللي زوينين الناس اللي ملاح تحيه لهم وان شاء الله جاي الخير. نعمل خدمتي في البرود في البرود اغلبيه واست. تحية البيبي بوي محتري ولد الرباط. تحية الباندي أمين في دبي. سكيزو ضروري سكيزو أمين سكيزو أدم ورامون. دوز دابا نهضروا شي شوية على الراب المغربي. الراب المغربي فين كتشوف الراب المغربي غادي من هنا عام؟ من هنا عام إلى عاونوا دوك الناس اللي في الخفاء شي شوية وحيدوا هادشي ديال النقابات وعاون هذا يعاون الآخر وضد الآخرين وهذا غادي يتطور. ما حد دابا الناس كاينين روابا يعيط كيعيط الناس بحال التراكات ديالي يقول لهم ما تحطهمش ما ديرش زعما بحال دابا راه ما تسمعش ولا شي حاجة. تا مالك صاحبي خدموا الدراري اللي كيخدموا اللاتينو بحال باد بوني جي بوفن هو كيحقق بليون مشاهدة بوحدو ياك كيضرب مع الاخر كيضرب مع الاخر كيضرب كيولي الملاير مشتا ما عندوش مشكل يغنيو 8 مع بعضياتهم يغنيو 6. هنا عندنا النقابات وعندنا واحد بغي يهرس الاخر واحد بغا تحية مومو إتراديو هاد العام هذا صراحة عاوني بزاف وغير كشخص غير كصديق عاوني بزاف وسميتو الشابيلال تحية الشابيلال حيت كتقول هذا أسطورة تبارك الله وشوف كيفاش متواضع وكيفاش كيتعامل وكيفاش كيبغي الناس الخير. أبغى مومو الشابيلال واش كاين شي واحد من لي زارتيست كو سوا ماروكان ولا اترونجي اللي تقدر اللي تبغي تقول ليه اليوم شكرا اللي عاونك ربما يمد لك شي نهار المساعده خلي داكشي خوفيا حتى اللي بغيت نقول لهم شكرا هما ايمان وابتسام ديال قنوات تحيه لكم وزبيده هاد الناس هادو الناس الملاح. سمعنا بعدا بلي كاين فريم كبير تهضرنا شويه على لا هذاك الشيء تيبقى خفاء ولكن تحيه لهاد الناس وبغاو يخدموا الراب المغربي وبغاو يعاونوا الراب المغربي. وتلاقيت بزاف الناس وهاد الناس تبارك الله هما اللي زعما كبار في عينيا وعجبوني بزاف والخدمه معاهم تبارك الله زوينه ماشي سعد المجرد وزهير بهاوي ماشي سادي غون انترناسيونال صافي بليزير لي شركه بحال هكا عالميه تبغي تخدم معايا والحمد لله. وانا بغي نقول بلي انتما جوج رواب في المغرب اللي ساليين مع الشركه كبيره عالميه حاليا هي وارنر قنوات ولكن قنوات وقبل ما نسالي وبغيت نعرف التوب 5 روباد قصص واد المغاربه ولا في العالم اللي كيعجبوك التوب 5 ديالك. التوب 5 دريك ناز مورو جيزي يانج جيزي جيزي كاين قلت لك كاين مورو واحد راه قلتيها ماشي وفهم ماشي في تراكات وانت تسمع الراب من جاي من امريكان وكبرت في الراب ديال امريكان والا شفتي راه عندي تراكات مع ناس ضاربين دي ميلياغ دابا تاي دالا ساين اوتي جينيسيس واي جي الدراري اللي بديت معاهم اللي تعلمت معاهم الدومين راهم مفرقعين دابا. ومنين جيت كنشوف هذا مسيكا الاخر حليفه الاخر كيدير لها صاحبي الاخر تيبان لك ناضي كناضي كتسمع كوبلي كتعرفوا هذا عارف اش كيقول الراب زوين. انا اصلا كنت مزكري انا جاي عندك كنت مزك زكريا دونك على حسب الكلام ديالك كتشوف ان ما يمكنناش يمكن نقارنوا الراب المغربي بالراب الامريكان نقارنوه علاش لا حيت حنا في الراب المغربي انا راه شنو رابر مغربي كنخدموا الراب المغربي باش نطوروه يوصل داك النيفو وغادي وكيوصل الحمد لله. حنا عندنا دي برودوسرز اللي ضربوا دي مليار دابا عندنا روابا اللي وعندنا سعد المجرد وسمعنا واحد اللعيبه بغيتك تاكدها ليا سمعنا باللي عندك دور سينمائي مع ممثلين مشهورين خوفيات انا هذيك خليها اون لاب
زعيم في سينما ان شاء الله. وهذا الصيف هذا، هذا الصيف هذا ديالنا ان شاء الله، هذا الصيف البلبلة. دونك نسينو نسينو الالبوم ان شاء الله. فارغ الصبر ميزاجور، ميزاجور واخا ما عرفناش علاش بغيتي دير ميزاجور، واش ميزاجور مغربي ولا الراب مغربي والنفسي كشخص كانسان وزعما دي فيتشرينغ لي تما، لان اي كان ويت الناس يشوفوهم زعما داكشي غيكون جوا ان شاء الله في المستوى. وشكرا على الضيافه بعد اللي جينا عندك تمارا، وديليكاس للناس ديال تمارا والرباط والصخيرات والهوره كاع كاع. تبغي تقول شي كلمه؟ كلمه لكاع الناس اللي كيتبعوا فاميليا، كيتبعوا الراب المغربي، تحيه لكم وتحيه لفاميليا اللي كدير محتوى زوين ومحتوى اللي انا كيعجبني وانا كنتفرج فيه، خول اختي كيتفرج فيه وكلشي كيتفرج فيه. شكرا. تبارك الله عليكم وما تحبسيش. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا بزاف. شكرا القبول ديالو. شكرا بروفي الزعيم. مرحبا. كنت معكم فاميليا والسلام عليكم. تحيه لفاميليا. الله يبارك فيك. شكرا.